صباح الخير. هلا انا كتير بحب الاكل، بس لما بتعلق الموضوع بالاكل الحلبي كلكم بتصيروا مثلي. اليوم رح نتعرف على التجربة لاحد الشباب من حلب، وهو مقيم في برلين وعنده مطعم حلبي في برلين. خلونا نشوف مع بعض. اهلا وسهلا، مثل السلامة. اهلا وسهلا، تشرفتوا. سلامة، تفضلوا. يا اهلا وسهلا، سلامة. مطعم النزهة عنوان بنكهة المأكولات الحلبية في برلين. الفكرة تعود لشاب حلبي يعرف باسم ياسر أبو النار. تعلم فنون الطبخ الحلبي من والده، وعمل لعدة أعوام في أكبر مطاعم مدينة حلب. هاجر إلى ألمانيا واصطحب معه مهنته وأحلامه. واصل عمله في المطاعم إلى حين أن مكنته الظروف من إنشاء مطعم بطراز بلدي حلبي. أنا تقريبا صلي شي 13 سنة بألمانيا وببرلين، وكنت أشتغل بمطاعم، عدة مطاعم، واشتغلت كمان بالسفراء العربية كمان، وحاولت أعمل هالفكرة هاي أني أفتح شي، أني مطبخ حلبي أتميز فيه، والحمد لله رب العالمين كانت التجربة كتير ناجحة. ينتج النزهة الشاورما البلدية، إلا أن لها نكهة خاصة إذ يحضر لها ياسر خلطة من التوابل البلدية تعطيها مذاقا من نوع آخر. هاي الشاورما عادة نعملها على الطريقة الحلبية. منجيب اللحم مصدره حلال، ومنعمل البهارات على إيدنا، والبهارات على إيدنا. والشاورما منشكها تقريبا كل يوم، وعملية الشك بتكون هيك. ونحن بهمنا يكون اللحم حلال مشان زبائننا العرب والمسلمين بشكل عام بهمنا الشيء هاد. بالإضافة إلى الشاورما، يقدم مطعم النزهة المشاوي وخاصة الكباب الحلبي المميز، إلا أن ياسر يعتبر الكباب بأنواعها المختلفة من أفضل وجباتهم. الكبة النية في إلى عدة أشكال، مثلا كبة مقرصة، مثلا كبة أرفلية، كبة أرمنية، يعني في عدة أنواع بالمطبخ الحلبي. ونتميز كمان بالكبة المقلية اللي طبعا محشية لحمة ومكسرات، كبة مقلية. وفي عنا مشهورين نحن كتير كمان بالمشاوي. صديقه ومعاونه سعيد غالي، وهو فلسطيني الأصل، تعلم الطبخ الحلبي من ياسر وعدد من طباخي مدينة حلب. يقدم مع وجبات الكباب الخبز المشوي أو ما يسمى في مطاعم حلب بالبيواز. هلا نحن هون عم نعمل الخبز العنتقلي اللي بيقولوا له الحلبي العنتقلي، وهو الخبز البواز. الخبز البواز نحن بنسقسه باللحمة، وبنرجع بنحط عليه شوية البواز اللي بيقولوا له البواز، البصل والبقدونس، وبنحط شوية سماء عليه، وبنزيده شوية محمرة حتى انه يكون يتحمص على الفحم. يشهد مطعم النزهة اقبالا كبيرا من قبل الجالية السورية والجاليات العربية، اضافة الى المواطنين الالمان والاجانب من مختلف البلدان. يطمح ياسر لتطوير مشروعه نحو افتتاح عدة أفرع لمطعمه في برلين، ولا يخفي حلمه المنتظر. وبتمنى ترجع بلادنا بخير، ونفتح فرع كمان بحلب إن شاء الله تعالى إذا الله وفقنا. استطاع ياسر من خلال مطعمه الصغير أن يعيد السوريين إلى أجواء مطاعم حلب الفاخرة، أملا في عودة قريبة إليها للمساهمة في إعادة بنائها واستعادة مكانة المطبخ الحلبي كما كان. مكتيم العيسى، أورينت نيوز، برلين. صفتكم جاهزة، صحة وهنا.